حابين اليوم تكون على مصافحة مع مواطنين موجودين اليوم في قصيبة المديوني في سوق الأسبوع نتاع قصيبة المديوني حول غلاء المعيشة وحول مدى وصول المواطن التونسي والمحافظة على حياة الكريمة اللي طول عمره يناشد فيها. التونسي اليوم ماهوش يطالب بأكثر من حياة كريمة، وهذا اللي شفناه من خلال الآراء نتاع المواطنين. معنا مواطنة باش تعطينا رأيها في الزيادات اللي حصلت في المدة الأخيرة، شنو تقول؟ والله شنو زيادات، هي زادونا فرد ضربة، معناها مشكلة خلاونا سلة سلة كما نقولها، عطانا زيادات فرد زوالي ما عادش عايش. زوالي توا مات، معناها بالحق الزوالي يطلع لك بأربعين ألف للسوق ما يروح بقوفة ما فيها حتى شيء. يعني هو شنو عمل؟ احنا عنا رئيس ما شاء الله، معناها زادنا في الكراسي في مجلس النواب عباد راقدة وعباد تلع في السبايدر سوليتير على البيسي وياخذوا في شهريات وهما أمورهم هانية وهما مهمش عارفين معناها الزوالي باش عايش. على غلال ما عايش ما عندناش لاحقين حتى شيء حتى شيء، لا لحم نحشاك لا حوت، الحوت ب 20,000، اللحم ب 20,000، الخضره كيلو الليم وصل ل 5,000 و 3,000، ما ثم ما تشري كيلو طماطم ب 3,000، ايش اللي هم علينا؟ ما عندناش لاحقين حتى شيء، انا مطيبين تشري خضره مقرونه بالخضره، حتى الدراري ما باش ياكلها. غليت على الاخر، ما عاد توصل حتى شيء، والله درت في السوق شريت حزمه بسباس باش نطيب كسكسي الليل، والله معناتها هذيك هي الحقيقه. معناتها وحده كيفي اني كاريه ب 300 وشهرتي 400، اعطيني رايك. وعندي زوج ولاد بطاله في الدار، بنتي متخرجه عندها 8 سنين قاعده في الدار، والله يعلم كربي مانيش مبالغ ولا اني مال عمري لما مدت يدي لحد، وعمري يقولوا لي برا امشي طايع عطيوك وطايع عاونوك، راجلي متوفي عنده 16 عام. اي الحمد لله، شو نعمل؟ الزوالي ما عادش لاحق على حد شيء، على المعيشة، على الماكلة، على الصغار، شنو عاجبك في الدنيا؟ لا قول لي، ما فما حد شيء يعجب، شنو عيشة صعب برا أنت؟ أعطيني 300 دينار، عيش بهم ولا 400,000، كون نجم يعيش بهم حتى دينار، دينار كل شعلت، تقول كان نقص هو من الكراسي اللي عنده الغديقة في البرلمان ولا في مجلس النواب ولا شنو، وزادنا وزاد نقصنا في غلاء ما في المعيشة وخلينا عايشين كما كنا عايشين قبلها هنا، عايشين قبل حارة العظام ب 400، الطماطم وصلت حتى ل 4 كيلو ب 500 تاخذهم، توين تو الطماطم 700 والبطاطا ب 1500 وصلت لنا بحد ب 3,000، وهو عمال يكثر في الكراسي يكثر في الكراسي، شنو الى متى الى متى؟ احنا زوالي مات صحي، كما اليوم انا طلعت ب 40,000 للسوق ما باش روحت، روحت بشيء، روحت بالكروسة تطلطل في يدي، ما فيها حتى شيء. شنو غلاء المعيشة؟ شكون أي واحد تو تسرع على غلاء المعيشة طي عيط. لا ياسر علينا، ياسر ياسر، يلزموا يرفقوا فينا يرفقوا بالزوالي، مش هكلا على الكراسي يضربوا في الملاين والزوالي قاعد يموت، ولا ما عادش ينجم يخدم حتى شيء. رجالنا خدمة المعامل عاملين 150,000، شنو تعمل واحدة من الناس ما تجيش جوا؟ شيء كبير، شيء كبير، يلزمهم يرفقوا بالزوالي ويتفقدوا العباد شنو عندهم وشنو ما عندهمش. اكاو ليه معيشه ياسر، الخضره غاليه، الفريب غالي، غلات الدنيا على قبل ياسر. نطلب من الحكومه ونطلب من رئيس الحكومه باش يتلفتونا لفته كريمه، معناها باش يرخصوا لنا الاسعار شويه، ياسر زيادات. الوضع في تونس ما عادش معناها مسموح حتى المعيشة، ما الدنيا ما عادش نجم نوصلوا له بكل كلام، أنا عيشة غالية ياسر، عيشة بصراحة ولا صعيبة ياسر. ربي عاون الزوالي ومولى مولى العائلة، صعيبة ياسر على هذاك، هذا باش نقول، وربي إن شاء الله يهدي مخلق كهو بنيتي، ربي يوفق إن شاء الله، هو برا ربي يسترنا برا، الله يعدينا سالمين. كلا قول احنا ندعي ربي ان شاء الله ربي يعدينا سالمين من هالحياه هذه ورب كلها صعيبه صعيبه، باش نقولوا